الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال سيدنا أبو القاسم القشيري، ومنهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد، صحب ذنون المصري والنباجي وأبا عبيد البسري والسري يعني السقطي وبشرا الحافي وغيرهم، مات سنة 77 و200. قال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. ما يوجد عند أهل التصوف الحقيقيين شيء اسمه باطن يخالف ظاهر، أو ظاهر يخالف باطن، أو حقيقة تخالف شريعة، أو شريعة تخالف حقيقة. الشريعة هي الحقيقة، والحقيقة هي الشريعة، والظاهر هو الباطن، والباطن هو الظاهر. بس هناك من عنده قدرة ينظر إلى الظاهر فقط ويقف نظره، وهناك من الله أعطاه بصيرة ونظر إلى ما بعد الظاهر، باطن ذلك الأمر، وهذا موجود. قال الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن هناك من يترك ظاهر الإثم ويكتفي به يشوفه، وهناك من يتعمق ويعرف أن للإثم باطنا. لا يوجد عند أهل التصوف ظاهر يخالف باطن أو باطن يخالف ظاهر، إنما الفرق فقط في النظر. هناك من ينظر إلى الإثم الظاهر ونظره يقصر إلى هناك، وهناك من يدقق ويحاسب نفسه حتى على الآثام الباطنة. هناك آثام ظاهرة مثل آثام الجوارح: الغيبة، النميمة، الكذب، النفاق، النظر إلى عورات الناس، سماع الحرام، هذا ظاهر. هناك باطن، إثم باطن، وهو النميمة، الحقد، الحسد، البغضاء، اللؤم، الحسد، هذا كله أمراض باطنة. فأمرنا بترك الظاهر والباطن المخالف، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولذلك الشريعة هي حقيقة، لكن هناك من ينظر إلى الشريعة، هناك من ينظر إلى ما بعد الشريعة، إلى الحكمة من هذا التشريع وهي الحقيقة. وهناك من له نظر إلى الظاهر فقط، وهناك من يلهم الله إلى ما بعد ذلك، إلى علل الأحكام وحكم الأحكام. كلام عظيم هذا. أي أحد ينسب نفسه للتصوف ويخالف هذا المنهج ليس بصوفي. ما عندنا باطن يخالف ظاهر، ما عندنا تصوف يخالف الدين. أي تصوف يخالف الدين ليس تصوف وليس دين أصلا، باطل في باطل وخلاص. قال الإمام الجنيد: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد لهلكنا. يعني ما نصل إلى أبو سعيد، يعني ما نقدر نكون كأبي سعيد، أبي سعيد الخراز. ما عندنا قدرة نصل إلى ما وصل إليه. لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد لهلكنا. أقام كذا وكذا سنة، يعني أقام كذا وكذا من السنين الطويلة، ما فاته ذكر الحق بين الخرزتين. هو كان يخرز خيط، يعني هو ليس فقط يذكر الله بالخرزة والخرزة، بينهما أيضا هو يذكر الله. معناها ما عنده غفلة، معناها مستقيم على الذكر، معناها لا يوجد انقطاع. عجيب، حضور دائما، مشاهدة دائما للحق. قال أبو سعيد: ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن السماء الغيوب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، غيب. وخزائن الأرض القلوب. قال: إذا جاءت البلوى تبين عندها الرجال. فعلا وقت المصائب يظهر الرجل المؤمن الصابر الشاكر المحتسب. قال: ليكن فرحك عند العطاء بالمعطي لا بالعطاء، وتنعمك بالمنعم لا بالنعم. يقول
العباد مع نعم الله أحوالهم ليست سواء. هناك من تأتي النعمة يفرح بها، يأتي الرزق يفرح به، هناك من تأتي النعمة يفرح بها ويشكر الله ويفرح بالمنعم. قالوا هناك لما تأتي النعمة ما يشوف النعمة، يشوف بس المنعم، ويقول ليكن فرحك بالمنعم، ليكن فرحك بالمعطي. أتذكر مرة كنا في بغداد في ليلة النصف من شعبان، نحيي الليلة في بيت أحد الأحبة، وقد دعانا على الفطور، كنا صائمين في ذلك اليوم. وبعد الفطور جلسنا هكذا، وتقدم فسأل شيخنا وقال: يا شيخي، الناس في الرزق نوعان، والرزق مع الناس حالان، رزق يطلبك ورزق تطلبه، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الرزق الذي أنا أطلبه وأسعى إليه، أم الرزق الذي يسوقه الله لي؟ ونحن أهل العلم جالسين كلهم من أهل العلم، أذهاننا حصرت بين هذين الأمرين فقط، رزق يطلبك ورزق تطلبه. فقال شيخنا رضي الله عنه: الأفضل منهما أن نطلب الرزاق، ولا يخطر على بالنا هذا الأمر. هذه صحبة المربي، هذا من لا شيخ له فشيخه الشيطان، هذه بركة المرشد، يرجع نظرك إلى الله، يلفت نظرك إلى الله، يعيد ترتيب حساباتك، يفتح لك آفاق في النوايا والعطايا والتعامل مع الله سبحانه وتعالى رب البرايا. قال: ليس من طبع المؤمن أن يقول لا. يعني فعلا المؤمن كريم، عندما تطلب منه حاجة ما يقول لك لا، يعطيك، وإذا ما يقدر يعتذر إليك بسبب عجزه، بسبب فقره، بسبب عدم إمكانيته. أما عنده ويقول لا، هذا ليس من طبع المؤمن أبدا. قال: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: رأيت إبليس في النوم وهو يمر مني ناحية، يعني إبليس يبتعد عني، فقلت له: تعال، ما لك أنت؟ ما هو عادتك؟ عادتك تهجم على المؤمن، مو تبتعد منه، ما لك؟ فقال: إيش أعمل بكم؟ أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس، إيش لي بكم؟ ما أقدر لكم، الذي أقدر به على الناس ما موجود عندكم، الذي أخدع به الناس ما موجود عندكم. يقول: فقلت: وما هو؟ قال: الدنيا. ما عندكم شيء من الدنيا، بملذاتها، بمالها، بشهواتها، بنفسك، بطمعك، بكبرياء، ما عندكم، بيش أقدر لكم؟ ما أقدر لكم بهذا. ولذلك المؤمن عندما يعني يصل إلى هذه المرتبة من الوعي والإيمان، الشيطان يخاف منه، يهرب منه، بدل ما الناس يهربون من الشيطان، الشيطان يهرب منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. الشيطان يخاف من عمر، المؤمن الشيطان يخاف منه، هذا حال المؤمن في الدنيا. وفي الآخرة جهنم، هذه التي يعني أوقدها الله منذ آلاف آلاف السنين، تخاف من المؤمن. عندما المؤمن يمشي على الصراط، الصراط مبني على جهنم، مبني على متن جهنم، مثل جسر. ما يدخل الجنة مؤمن إذا ما يعبر على الصراط، ما يعبر على الصراط إذا ما يمر على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، المؤمن يعبر، ونذر الظالمين فيها جثيا، يسقط أهلها، يسقطون فيها. عندما يعبر المؤمن على الصراط، النار تقول: يا مؤمن جز بسرعة، بسرعة يا مؤمن بسرعة، فإن نورك أطفأ ناري. الشيطان يخاف من المؤمن في الدنيا، وجهنم تخاف من المؤمن في الآخرة.
قال أبو سعيد الخراز: صحبت الصوفية قال 30 عاما في بعض الروايات، ما وقع بيني وبينهم خلاف. عجيب، 30 سنة الإنسان يصحب واحد ساعتين ممكن يختلف معه، يومين في سفر ربما يختلف معه، كثير 10 أيام أسبوعين يظهر وجهات النظر، طبيعة الناس، شهرين يعني ليس سنتين، 30 سنة. قال: ما اختلفت معهم. قالوا: كيف؟ الجواب سهل، يدل على وفور عقله وكمال إيمانه. قال يعطينا هذه كما يقولون الخلطة السحرية لنبذ الخلاف بين الناس، للتراحم فيما بين الناس، لعدم قطع الأرحام، للتراحم فيما بين الخلق. ما هذا السر؟ جواب سهل، سهل جدا. قال: لأني كنت معهم على نفسي، ما يختلف معه، لأني كنت معهم على نفسي. اختلفت أنت وهو، هو جاء معك، خلاص موافق، نذهب من هنا، لا من هنا، طيب أنا من هنا لا بأس، نعم لا، أنا أقول لا نعم، طيب نعم، لأني كنت معهم على نفسي. ولذلك الله رفعوا رفعة بحيث غبطوا الجنيد البغدادي وقال: لو طالبنا الله بما عليه أبو سعيد لهلكنا، يعني ما نقدر نصل إلى ما وصل إليه. كان يسموه أهل التصوف، يسموه قمر الصوفيين، قمر أهل التصوف هذا أبو سعيد الخراز رضي الله عنه، لو ما عنده أي شيء فقط هذا القول الأخير، أنه صحبت القوم 30 عاما فما اختلفت معهم لأني كنت معهم على نفسي، لكفى. اللهم انفعنا بهم وببركاتهم، آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.